قال لي أنتوا في مجلس تعاون مثل الفالوذة. قلت شون يعني؟ قال ريحتكم حلوة وطعمكم حلو وسهل الهضم. قلت شلون يعني تقصد سهل الهضم؟ قال حتى لو ياكلكم الواحد ما يعور بطنه يعني. شوف شلون. قلت هذا تصريح خطير سيد حسن، هل أبلغ يعني رئيس مجلس الأمة الكلام هذا؟ قال بلغه، لا بلغ أميرك. فهمت شلون؟ مساء الخير. يعني ما تتصورون سعادتنا اليوم أنا ومنيرة إنه وصلنا حلقة رقم 100. يعني لما جينا وسوينا البودكاست قلنا نجرب، بعدين قلنا نطور الكاميرات والإضاءات، واليوم وصلنا رقم 100 ولا حلقة رقم 100 مع ضيف إحنا يعني ما تخيلنا إنه ممكن نستضيفه، لسبب إنه بدايتنا كانت متواضعة جدا. يعني اليوم حلقتنا مع الدكتور عبد الله النفيسي. شخصية مثل دكتور عبد الله النفيسي ممكن نفتح معاها ملفات كثيرة، لكن اليوم بما أن احنا وصلنا رقم 100 وأكثر متابعينا من دول الخليج، فقررنا نفتح الملف الخليجي ونحلل الملف الخليجي مع الدكتور. تكلمنا عن الحالة الخليجية، بعدين تكلمنا عن الحالة الخليجية الإيرانية، بعدين في الأخير تكلمنا عن الحالة الكويتية. لذلك إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تشاركونها مع الأشخاص اللي تعتقدون هم راح يعني يستمتعون أو يستفيدون من الحلقة. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل، وهذه حلقة رقم 100 لبدون ورق. يلا شال ويستارت. أشوف عندك الكراسة هذه. هذا أنا استخدمتها علشان الموضوع اللي إحنا اليوم نتكلم عنه. حلو. فانطلقت من مرجع هذا الكتاب، كان مرجع لسبب ان لقيت فيه كل اغلب المحاور اللي ولا اغلب النقاط اللي ودنا نتكلم فيها، ف مع بعض الاسئله اللي حاطينها، بس هذه نقطه الانطلاق راح تصير ان شاء الله. فخدمني وايد والله دكتور، بس هذا اي وايد وايد خدمني. هاي محاضره القيتها اي سنة، وياني احمد الدين عقب المحاضره وقال لي انا لازم اطبعها، كان عنده دار القرطاس. إيه؟ إذا تعرف يعني بلن بلن إيه؟ فطبعها، هو أول ما طبعها بعدين بدوا عاد مطابع وايد يطبعونها. فهيت كذي صدفة يعني، مو مخطط لها يعني؟ لا والله مو مخطط، أنا ماكو شيء في حياتي مخطط. بصراحة، لأني ما أحب التخطيط بصراحة. يعني عيل شلون أحب العفوية، فهم شلون؟ العفوية في المبادرة. يعني أكو ناس يخططون ويتعبون على التخطيط وبعدين ما يقدرون ينفذون اللي خططوا له. صح، يكون وايد تخطيط أكثر مما هو شيء أكثر، فيصير عندهم شيء من القنوط واليأس. صح. أنا خليها على الله، فهم شون؟ وماشي الأمور زين سو فار يعني. الحمد لله. عجيب. وشي حياك الله عمي. الله يحييك. احنا اون اير. احنا اون اير. اوكي. احنا اول شيء شاكرين لك قبول الدعوه، كوننا احنا اصلا يعني منصه مستقله وما عندنا الدعم المؤسسي اللي موجود في المؤسسات الاعلاميه، فدعمك وتواجدك معنا دكتور هو اكبر دعم لنا، فاشكرك على تلبيه الدعوه. الحين اليوم احنا عندنا محاور مجهزينها. فكره المحاور ان اليوم احنا ودنا نفهم ولا نشخص المنطقه والدول المطله على الخليج بحيث ان نقدر نشخصها، فقسمنا الحوار الى قسمين رئيسيين. القسم الاول هو دول مجلس التعاون عشان بس نفهم الحاله في دول مجلس التعاون، بعدين ممكن عن طريق المحور الثاني نعكسها على ايران والعلاقه مع ايران. فبداية دكتور، لو نبي نشخص العلاقة بشكل عام، لو نبي احنا نبدي من مكان، لو نبي نفهم العلاقة في دول مجلس التعاون شلون ممكن نفهمها؟ يعني بين دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون. هو المشكلة في الموضوع انه في حساسية كبيرة في موضوع الدايجنوسيس، التشخيص. انت ذكرتني الان بالسؤال هذا، ذكرتني ب
بكتاب صدر من كم سنة لصحفي American British، هو أصلا إنجليزي بس localized يعني عايش هناك في لوس أنجلوس، اسمه تشارلز غلاس. هذا عنده كتاب صدر من كم سنة بعنوان Tribes with Flags، قبائل ذات أعلام. هو سوى رحلة في منطقة الشرق الأوسط لدراسة القبيلة فيزافي الدولة، وطول في رحلته هذه 62 يوم. وصل إلى لبنان فتم خطفه من ميليشيا مناصرة لإيران، ومر بتجربة قاسية جدا. فالعنوان عنوان كتابه Tribes with Flags بيذكرني بدول مجلس التعاون. شلون؟ أنا من الناس فيصل اللي يعتقدون بأنه دول مجلس التعاون الخليجي الست لا زالت تعيش مرحلة العبور من القبيلة إلى الدولة. القبيلة تدار بطريقة مختلفة عن إدارة الدولة. الدولة تدار من قبل مؤسسات institutions، والinstitutions هذه تتمتع بدستورية وقانونية ونفوذ محمي سياسيا، بينما القبيلة لا، القبيلة أكو شيخ يرأس القبيلة، ولهذا الشيخ شبه قدسية يعني تاريخية، وكل قراراته يعني نهائية يعني مركزية. مركزية. الدول مجلس التعاون الخليجي اليوم تنزل، أكو مطارات، أكو مخافر، صح، أكو جامعات، صح، أكو مدارس، أكو فإذا هذا الانفراستراكتشر، هذا البنية التحتية للدولة. صح. بس when you scratch الحالة هذه داخل القبيلة، داخل النزعة القبلية، داخل أكو مطيري، أكو عتيبي، أكو كذا، أكو كذا، أكو كذا، عائلة ممتدة، طائفة ممتدة، إلى آخره إلى آخره. ولذلك هذه أنا أتصور بتشكل مشكلة عظيمة في 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 الإجابة على هذا السؤال. أنا فيصل جلست مع أمير من أمراء هذه الدول الست. حلو. نعم، عزمني على غدا في بيته. ممتاز. ورحت له قبل لا يصير أمير ولا بعد ما صار أمير؟ لا، صار أمير، هو أمير كان. تمام. فحتى كنت برجع أنا من ديرته، برجع بالطيارة، قال لا لا باشر أنت عندي على الغدا ولا نعتقلك بالمطار. وهو يضحك يعني. بالتليفون يكلمني. قلت له لا، أنا ما أحب أحد يعتقلني، أنا أرفع الرأي البيضة يعني. سوي اللي تسوي بس لا تعتقلني. قلت له يايك على الغداء، دزلي والله سيارة بي أم شطولها شربها معها سايق وحراسة، وأنا ما أستاهل لا حراسة ولا سايق، ما عندي سايق أصلا. فرحت له قاعد أتغدى معاه، قلت له ليش علاقتكم بالكويت متوترة، دائما متوترة؟ ليش متوترة؟ احنا شعب خليجي وانتو شعب خليجي، ليش متوترة؟ قال احنا ما عندنا حالة توتر مع الشعب الكويتي. شوف كلامه هذا، ولا عندنا توتر مع الكويت كدولة، عندنا مشكلة مع شخص واحد في الكويت، وهذا الشخص لو لم يكن موجود لكانت علاقتنا يعني دهن وهريس حسب كلامه يعني.
طبعا ما اقدر اقول منه الشخص يعني مو حلوه شويه بس هذا يدل دليل على انه العلاقات شخصيه في المنطقه مش مؤسسيه يعني. مو مؤسسيه. هذا يعطيك يعني صوره عن طبيعه التعامل بين دول مجلس التعاون البينيه. هذه فرشه عن الداينامكس مالت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي. الديناميكية اللي يتعاملون من خلالها هي ديناميكية القيادة الفردية، الشخص الفرد وليست المؤسسات. أنا أذكر لما كنت في عضو في مجلس التعاون في مجلس الأمة بالكويت طرحنا فكرة فيصل إنه ليش ما يكون في برلمان خليجي؟ جميلة الفكرة. يعني ليش مجلس الأمة كذي شاذ ودائما مثار جدل وكذا وكذا؟ ليش ما يكون عندنا برلمان خليجي منتخب لكل دولة من هذه الدول كوتا مثلا؟ يعني إذا بقينا يصير 60 عضو، خل كل دولة لها 10 أعضاء، كل دولة ينتخبون 10 أعضاء في هالبرلمان، وتصير الإرادة الخليجية مجسدة بالبرلمان. هذا مو برلمان الكويت، لا هذا برلمان شعوب الخليج. على أثر ذلك لو يحصل هذا يا فيصل، أنا متأكد راح تطرح خطوة أخرى اللي هي الأنظمة والنظام، النظام السياسي. ليش ما يكون شبه موحد بطريقة ما، كونفدرالي فيدرالي إلخ. أنا يعني تابعت ردود الأفعال للفكرة هذه، أصابني شيء من اليأس. شلون الكويتيين يقولون لا 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 لا، احنا لنا خصوصية. توم يا حبيبي، احنا الى متى واحنا متشبثين بالخصوصية؟ صح، خلي هالخصوصية تندلق من الكويت على الباقي. يعني بعدين لقيت مجموعة من اخواننا في الخليج هم معترضين على الفكرة، انه يبون ايضا يعني مطالب ما كانت واردة في ذهني انا. مثل شنو؟ يعني مثل انه احنا مثلا في البحرين، على قولة واحد بحريني، احنا يعني نعيش حالة من الحصار النفسي والسياسي من ايران وتهديد، ونحن لا نحتمل ان يصير في نوع من يعني الانفراجة في المنطقة إلا إذا تحققت الشروط الأمنية وإلخ من هالحكي. عمان قالوا كلام غير، قالوا إن إحنا دولة عميقة وعريقة أعرق منكم كلكم تاريخيا، ولازم تكون حصتنا في البرلمان أكثر منكم. فكل واحد يعني غارق في يعني توهماته السياسية، بحيث ما تقدر يعني تصل إلى بر وياهم. بس يقول لك عمي، إحنا كدول عربية لنا طريقتنا وسياقنا الثقافي، فهل اليوم إن إحنا اليوم نطرح حلول مثل حلول ديمقراطية أصلها يعني غير عربي حل واقعي، أو نحاول نبحث عن طريقة نظام والنموذج يتماشى مع طريقتنا وثقافتنا؟ أكيد أكيد. أنت ذكرني بكتاب كان مقرر علينا وإحنا ندرس القانون الدولي. فكرتي قديمة يا لا؟ قديمة. فكرة صحيحة. تمام. فكرة صحيحة. يعني إحنا كنا ندرس كتاب لمونتسكيو اللي هو الفيلسوف الفرنسي، هذا عنده كتاب اسمه ليسبيغي دي لوا، روح الشرائع روح القوانين. يقول أنه ليس من العدل
نقل المفهوم السياسي من منطقة وتطبيقه في منطقة أخرى. يقول المفهوم السياسي كالديمقراطية، كالشورى، كالاشتراكية، كالتخطيط الاقتصادي، هذه لا تنقل من مكان إلى مكان، يجب أن تنشأ نشأة طبيعية ونشأة أورجانيك، يعني ما في داعي أنك تستوردها. فكرة الديمقراطية كما هو مطبق في العالم الثالث فكرة مستوردة فعلا، ولا يجوز أن تطبق بحذافيرها كما تطبق في الغرب، ولذلك أنا أشك بنجاحها. تشك بنجاحها؟ أشك بنجاحها، نعم، إلى درجة أنه السنة 2016 طبعا. يعني من 4-6 سنين بروفيسور في جامعة بروكسل اسمه ليبروك طلع كتاب أثار يعني جدل هائل في الحلف الأطلسي، وهو against elections. يقول أنا against elections، ضد الانتخاب، أنا ضد الانتخابات. ليش؟ لأنه يقول الانتخابات عندنا في أوروبا الغربية قادت إلى سيطرة رأس المال على المؤسسة البرلمانية، وبالتالي عملية التشريع صارت في أوروبا تخدم مصلحة الرأسمالية المحلية أكثر منها أن تخدم جمهور الـ 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 الأوروبيين. ولذلك يقول ليفبروك أنه لابد من إعادة النظر بالصيغة هذه، لأن إذا استمرينا على ما نحن عليه فسيزداد الفساد في النظام السياسي الأوروبي، وستتسع قاعدة الفقر في المجتمع الأوروبي، وأصبح نجم من نجوم الآن السياسة في أوروبا ليبروك. سلام. وصاروا يستضيفونه في الجامعات الأمريكية الآن في الولايات المتحدة. نعم. الحين داخل دول مجلس التعاون دكتور، في تحالفات، أنت ذكرت بكتابك إيران والخليج. نعم. ذكرتنا داخل دول مجلس التعاون ولا منظمة مجلس التعاون الخليجي في تحالفات دول، وذكرت أنت في ثلاث أنواع من التحالفات لما إحنا ننظر إلى ننظر لها، يعني في عندنا السعودية والإمارات والبحرين يشكل تحالف، وقطر وعمان تحالف، والكويت منفردة. شنو تفسيرها هذه؟ شنو فكرتها؟ يعني عشان بس نفهم هم العلاقات والتحالفات اللي موجودة. تفسيرها إنه الجماعة مو متحدين، ما عندهم خارطة فكرية موحدة، واللي ما تكون أنت لما تجلس مع، حتى لو تجلس مع صديق، إذا ما عندكم نوع من أنواع الخارطة الفكرية على الأقل اللي تجمعكم، ترى ما في فائدة من هالصداقة إلا الكلام. يعني أنا أزعم بأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تنتظمهم خارطة فكرية واحدة، بمعنى رؤيتهم للمستقبل، رؤيتهم للواقع، رؤيتهم للتاريخ، رؤيتهم للعلاقات الدولية مختلفة تماما. يعني أنت لما تزور دولة كعمان، وتوني جاي من عمان أنا، وتجلس مع شعبها وتجلس مع مسؤوليها، وتروح إلى قطر وتفعل نفس الشيء، وتروح إلى المملكة العربية السعودية، لا تشعر بأن هذه المنطقة تنتظمها نوع من الوحدة الفكرية حتى التصورية بشكل عام. هناك يعني خلافات خطيرة وكبيرة تستدعي أن تنشأ عندنا مؤسسات للبحث في هذا الموضوع. خلال الاحتلال الروسي لأفغانستان، فيصل،
صار لقاء جمعني أنا مع قادة الجهاد الأفغاني في مكة، حكمة يار، سياف، مجددي، رباني، ويعني يمكن 6 أو 7 من كبارهم. واجتمعنا في أوتيل إنتركونتيننتل في مكة، وقلت لهم الآن أنتوا في حالة جهاد ضد الاتحاد السوفيتي، ضد الجيش الأحمر. أنا من متابعتي لهذا الموضوع أكاد أجزم بأنه ستنتصرون عليهم، وأنه سيضطر السوفيتي الانسحاب من أفغانستان. وهنا تبدأ مشكلتكم، مو مشكلتكم الاتحاد السوفيتي أو الجيش الأحمر، مشكلتكم عندما تنتصرون على الجيش الأحمر. قال لي حكمة يار كيف؟ قلت له ستدخلون كابول وما عندكم خارطة فكرية موحدة. أنت تريد شيء ورباني يريد شيء آخر، وسياف يريد شيء، ومجددي شيء، ويونس شيء، وقس على ذلك. ولذلك ستصطدم الإرادات الأفغانية بعضها ببعض، ويصبح جهادكم يعني وكأنه لم يكن. فأنصحكم من الآن نروح إلى بشاور من مكة ونستأجر فيلا، وأنا مستعد أقعد وياكم بلا مقابل ولا أي صفة، نقعد سنة سنتين حسب ما تطول، انزن على التنشئة السياسية الموحدة لكم والإرشاد السياسي الموحد. لأنه بدون هذا الإرشاد السياسي الموحد ستصطدمون بعضكم ببعض داخل أفغانستان. قال لي حكمة يار، عبد الله احنا تلاميذ عندك؟ قلت له لا مو تلاميذ، انتوا سادتنا وشيوخنا، لكن انا اعتقد اتباعكم سيصطدمون ببعض. هذا اللي حصل. فمن الاجدر ان احنا نقوم بهذا العمل. قال انا غير مرتاح للفكره هذه. حكمة يار كان عنده شيء من السيطره الروحيه عليهم. قالوا نحن نوافق حكمة يار. قلت خلاص كيفكم، بس نطروا لما تنتصرون على الجيش الأحمر ماذا سيحصل في كابول. كان حرب أهلية بحي. ما حصل في كابول حرب أهلية، وبدأوا يتراشقون بالمدافع ليس بالأفكار، بسبب أن ما عندهم مشروع، ما عندهم خارطة فكرية. ولذلك أنا أعود إلى مجلس التعاون، نحن الآن حتى الآن في حالة يعني مقبولة إن شاء الله، لكن أقول لو اشتد الريح واهتزت الأرض وبدأ الزلزال الاجتماعي والاقتصادي والدولي والإقليمي، وهو في الطريق، جاي في الطريق، هنا تكون الخارطة الفكرية فيصل كثير مهمة، هنا تكون وحدة الإرادة أهم المهمات، المخرج الرئيسي. فأنا ألح على دول مجلس التعاون الخليجي أنه يصير في نوع من الاهتمام بهذا الموضوع. وهذه التحالفات اللي أشرت لها في الكراسة هذه المتواضعة هي ناشئة من ال 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 الشظايا الفكرية اللي تمثلها دول مجلس التعاون الخليجي. أحيانا مني نبي، هل السؤال عيل الهيمنة الغربية على السياسات، أو شيء في هيمنة غربية لليوم على السياسات الخليجية، ولا من خلينا نقول أصدقائنا في الغرب سواء أمريكا ولا دول الغرب، هل هم مؤثرين لدرجة أن ممكن اليوم هم يكونون عرقلة في أن يكون لنا إرادة واحدة، يكون لنا مشروع متكامل؟ ماذا يريد الغرب من المنطقة؟ ماذا يريد؟ يريد شيئين. الشيء الأول طبعا النفط والثروات المهولة اللي تسبح عليها المنطقة، هذا واحدة. الشغلة الثانية، المنطقة
كمنطقة مصالح حيوية، مو 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 مصالح، لا، اللي تعطي الولايات المتحدة هذه الوصايا، ولا أقول التحالف، لا، الوصايا. هناك وصايا أمريكية ترى على دول مجلس التعاون الخليجي، مو تحالف. تحالف يعني احنا درسنا فكرة الالاينسز في العلاقات الدولية، تقوم على يعني إرادات يعني صح. متكافئة، أخذ وعطى. أخذ وعطى، لا، هذا مو قائم بيننا وبين الولايات المتحدة. يعني نحن نعيش حالة تبعية، بس يقول لك احنا قاعد ناخذ ديفنس سيستم، ولا قاعد ناخذ حماية. صحيح، اي صحيح، exactly صحيح. بس انا اقول انه يعني العلاقات بيننا وبين الغرب ليست علاقات تحالف بقدر ما هي علاقات يعني تبعية. يعني نحن قرار السلم والحرب مو بإيدنا، يعني قرار السلم والحرب مو بإيدنا، يعني ليس من صلاحيات دول مجلس التعاون أن تعلن الحرب على دولة أخرى إلا بجرين لايت غربي يعني، وليس من حق دول مجلس التعاون أن تدخل في أي نزاع عسكري استراتيجي إلا بجرين لايت من الحليف الدولي. عوضا عن ذلك ما تستطيع أن الحرية أو الإرادة اللي تتمتع فيها دول مجلس التعاون هي في إدارة الداخل الخليجي حسب ما تقتضيه مصالح الدولة المعينة في هذه المنظومة الخليجية. لكن يعني الغرب عند نوع من الهيمنة النفسية والثقافية، الآن أصبحت ثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. يعني إحنا أصبحنا الآن، يعني أنا أجزم، أصبحنا مستعمرات ثقافية للغرب. يعني ما علاقة يعني سكان خيطان في 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 الاحتفال هذا اللي يسمونه كريسمس؟ الاحتفال كريسمس قصدك ولا لا؟ مو الكريسمس، الكريسمس هذا نعم. شيء ديني إيه. ما يخالف يعني إيه. يمكن يكون مسيحيين او كذا، ثانكس جيفينج ما ادري. لا، هذا اللي يحطون ورده حمراء فالنتاين معلقين بشوارع خيطان. شكو انت، فهمت كيف؟ انت شكو بخيط، انت شكو بفالنتاين يعني. فالحقيقه الهيمنة الثقافية للغرب بدأت تدخل يعني في بيوتنا وفي علاقاتنا بين الدول وفي في 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 مسر في مسرحياتنا وفي في الديكشنري نفسه اللي نتبادله. أنا أشوف أن صارت المسألة أخطر بكثير. يعني الفاست فود هذا بحد ذاته قصة، يعني يريد تسوي حلقة عن الفاست فود في فكرة والله نيل بعد. أي والله عن الفاست فود يعني بالخليج وبالكويت، يعني هذا موضوع ثقافة بذاتها، هذه ثقافة. هذا موضوع ثري جدا فيصل، يعني وهذا دليل على أن احنا يعني أصبحنا مستعمرة ثقافية للغرب. نعم. طيب الحين فيما يخص الاستعمار الثقافي للغرب، ما هي واقعية الاستقلال عن هذا الاستعمار المباشر والغير مباشر؟ صعب. صعب ها؟ لا، صعب، صعب تماما. هل تعلم كم عدد الطلبة الكويتيين أو الخليجيين اللي يدرسون في أمريكا؟ فوق 90,000، يقولون 90,000. 90,000 شاب قاعدين يدرسون ويعيشون في الولايات المتحدة لمدة 4 سنوات 5 سنوات ويعودون إليك في هذه المنطقة. شنو من حفريات ثقافية
يستطيع هؤلاء أن يقومون، شنو الإمباكت مال هؤلاء على دول مجلس التعاون اجتماعيا؟ هل تعلم أنه أصبحت حتى البعثات هذه مثار تساؤل، ليش ما نرسل طلبتنا أيضا بنفس الأعداد هذه إلى أوروبا، إلى اليابان، إلى الهند، إلى كوريا الجنوبية، إلى حتى تتعدد يعني مرجعياتنا صح. الفكرية والحضارية يعني اليابان فيها جامعات بالإنجليزي صح. يعني ثلاث جامعات من كبريات الجامعات في اليابان محاضراتها بالإنجليزي، مناهجها بالإنجليزي. هذا الشعب ال 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 العبقري صح. أنا أسميه، لماذا لا نذهب إليه ونستقي منه هذه التجربة اليابانية؟ ماليزيا عندهم جامعات محترم، الهند عندهم جامعات محترمة، أنا زرت الهند وجامعاتها سلام. جامعة كيرلا، جامعة دلي، جامعة بومبي زرتها، محترمة جامعاتهم جدا. بس احنا توصل لنا كأن الجامعات المحترمة موجودة فقط في أمريكا وبريطانيا وشوية. هذا من الاستعمار الثقافي. طيب. هذا نتيجة للتغييب اللي حاصل عندنا، انه الحضارة والعلم والتطور والمستقبل هناك، بينما لا، هذا الكلام غير دقيق علميا، يعني غير دقيق. فأنا أتمنى ان احنا نعي حالة التبعية هذه اللي بنعيشها وخطورتها. الآن الصين في الطريق صح. جاية إلى المنطقة. إيه، وإحنا الحين حتى في هي جاية للمنطقة، وإحنا اليوم هم قاعد نعيش حالة إن الصين قاعد تحاول أيضا يكون في بينها اتفاقات مع دول مجلس التعاون صح. يعني ونفس الوقت ما نبي نزعل الجماعة بأمريكا. فشنو ممكن شنو الوضع القائم الحين؟ شو ممكن نحل الموقف؟ شو اللي يخطر في بالك لما أنت تشوف مبادرات من الصين؟ صحيح. طبعا الآن الحليف الدولي لنا اللي هو الولايات المتحدة في أسوأ أحواله، يعني اقتصاديا في أسوأ أحواله، داخليا أمريكا في أسوأ أحوالها، في 26 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة الآن، في 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 حالة فقر في كثير من الولايات، من سولت ليك سيتي والمناطق هذه تعاني من حالات تاريخية يعني لم تحصل أبدا. الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، قيادة ماكو كالسابق أيام أوباما أو ما قبل أوباما، كانت هناك قيادة يعني عندها خارطة فكرية. بايدن لا يتمتع بهذه الكاريزما ولا يتمتع بهذه المكانة السياسية في المجتمع السياسي الأمريكي، ولذلك وحصلت حرب أوكرانيا صح. والعلاقات داخل الحلف الأطلسي متوترة بين الأوروبيين والأمريكان، كما قال كيسنجر في كتابه الشراكة المضطربة، عنده كتاب اسمه The Troubled Partnership، كاتبة من زمان درسناه وإحنا طلبة. يعني كيسنجر يقول يعني لا يغررك في الكتاب هذا، لا يغررك شكل الأطلسي، ادخل في الداخل ستكتشف التروبلد بارتنرشيب، الشراكة المضطربة التي تجمعنا إحنا الأمريكان مع الأوروبيين. في هذه الحالة تدخل الصين. الصين الكتومة الناعمة التي يعني تدخل إلى شغاف النفوس بدون ما يعني تثير أي تساؤلات كبيرة. روح أفريقيا الآن، أفريقيا صارت يعني قاعدة صينية صح. حتى أمريكا لا تستطيع أن تدخلها. يعني الصين قادمة، والصين وصلت إلى المملكة العربية السعودية صح.
المملكة العربية السعودية حريصة على أن تبين للولايات المتحدة ترى إحنا عندنا أيضا اتصالات خارجية قد تخدمنا في المستقبل إن شاء الله وكذا وكذا. ولذلك أكو مراهنة الآن في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت عامة، مراهنة على التعامل مع الصين. لكن الصين حذرة في هذا المجال لأنها تعلم أن لها علاقات أيضا استراتيجية مع إيران. الصين وعندها اتفاق استراتيجي مع طهران صلاحيته 25 سنة. شنو طبيعته؟ طبيعته عسكرية استراتيجية شاملة، دفاع مشترك، فهمت شلون؟ وهذا هذا الاتفاق يعني بكل ذكاء يعني صاغته القيادة الإيرانية لكي تأمن تحولات المستقبل. وقد يعني أبدعت القيادة الإيرانية، أنا أشهد لها بذلك، بأنها استطاعت أن توقع مع الصين هذه الاتفاقية الاستراتيجية. هي تخدم إيران أكثر من الصين ترى. هذه الاتفاقية هي التي تحد من طموح الصين في دول مجلس التعاون الخليجي. كلما طرحت دول مجلس التعاون الخليجي يعني فكرة أو رأي أو يعني خطوة، كلما رجعت الصين إلى اتفاق طهران. ولذلك أنا أقول بأنه الصين تبدع في حركتها الدولية وتركز على البزنس وتركز على الاقتصاد بشكل عام، الميزان التجاري وتركز على الميزان التجاري. لكن أيضا الصين ليست موضع ثقة إلى هالدرجة. سنة 2021 جاءت الصين للإمارات وقالت للإمارات نحن نحتاج جزء من الساحل الإماراتي حتى نبني ميناء يكون هو الميناء الصيني في الخليج، بحيث بضايعنا صح وتعاملاتنا كلها تصب في هذا الميناء. معقول ميك سنس يعني معقول؟ It makes sense طبعا. هو كلام. ولذلك أخواننا في الإمارات قالوا ليش لا، احنا عندنا سواحل شاسعة، نقوا اللي تبون. قالوا نبي هالمنطقة إلى هالمنطقة، قالوا لكم. طبعا هذه الخطوة أزعجت الأمريكان كثير. لما خذوا الصين هذه المنطقة الساحلية في الإمارات قالوا الآن سنبدأ ببناء هذا الميناء الجديد، صح؟ ماذا فعل الأمريكان؟ أقمار صناعية عندهم في سماء الخليج، أخذوا يراقبون ماذا يفعل الصينيون في هذه المنطقة. لاحظوا أن الصينيين ما قاعدين يبنون ميناء، قاعدين يبنون infrastructure، بنية تحتية لقاعدة عسكرية. فجمعوا الصور وجمعوا الخرائط وذهبوا إلى القيادة في الإمارات العربية المتحدة. أخواننا في الإمارات العربية المتحدة لما أطلعوهم الأمريكان على الصور يعني طبعا انبهروا وقالوا هذا ليس الاتفاق بيننا وبين الصين. أكيد. فقالوا لهم الأمريكان إذن يجب أن يتوقف هذا، لأن هذه قاعدة عسكرية صينية وليس ميناء. فالحمد لله أنه أخواننا في الإمارات وصلوا إلى قرار بإيقاف المشروع هذا. فالصين عندها أساليب خفية وهم طبعا توارثوها عن يعني دول قديمة في الصين وإدارات قديمة في الصين برعت في الكاموفلاج السياسي وفي نعم. الصين ستواجه مشكلة في الخليج. شلون؟ وهي مشكلة إيران. إيران لها علاقات استراتيجية بالصين. صح. وتزود الصين بكمية هائلة من النفط. وباعت
باعت إيران الآن دول كثيرة قد يكون من ضمنها الصين، طيارات تصنعها إيران، مسيرات إيرانية، الدرونز هذه المعروفين، الدرونز يعني برعت إيران فيها صح. يعني ولذلك أنا أشوف أنه هذا التهافت الخليجي على الصين يجب أن يعني نلزم بريك شوية على الراحة، يعني على الراحة، لأنه يعني الوضع قد يتغير في الحرب الأوكرانية، ومعه يتغير المشهد كله. يعني عمي دام أنت ذكرت فكرة إيران، أنا ودي أدش في المحور الإيراني ونبدأ نتكلم عنه، أعتقد هو المحور الرئيسي اللي احنا نتكلم عنه اليوم. ما هي نظرة إيران لدول مجلس التعاون اليوم، وليش في خوف من إيران بشكل عام كأنها بعبع في المنطقة؟ يعني سنة 92 فيصل، أنا كنت مستشار في مجلس الأمة، مستشار للرئيس السعدون، فقال لي أبو عبد العزيز بنروح نزور إيران وبعدين نروح نزور دمشق، خير إن شاء الله. ركبنا الطيارة مع مجموعة نواب ورحنا إلى إيران. وقتها 92 كان الرئيس رفسنجاني هو الذي يرأس الجمهورية الإيرانية، ويرأس مجلس الشورى عندهم ملا اسمه ناطق نوري، ناطق نوري. فقابلنا الرئيس رفسنجاني وكانت مقابلة ممتعة يعني، والرجل خطير جدا، وأنا أعتبره بسمارك إيران يعني، لأنه رجل عنده خارطة فكرية مرنة، ولو أتيح له أن يستمر والله كان يحول إيران إلى عملاق اقتصادي، بس تآمروا عليه الإيرانيين نفسهم يعني. Anyhow، ناطق نوري أعد لنا مأدبة غداء، فرحنا نتغدى. طبعا هم كل واحد حاطين اسمه على الكرسي، يعني يدرسونها الإيرانيين، الإيرانيين يلعبون الشطرنج لعبة يعني تاريخية عندهم. شوف ناطق نوري يجلس يمه أحمد السعدون، قلنا هذا رئيس وهذا رئيس ما يخالف، بس عبد الله النفيسي يقعد يمه حسن روحاني اللي هو رئيس، كان وقتها رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وأنا وقتها كنت مستشار وفي السابق كنت مقرر لجنة الشؤون الخارجية، فكان يمي حسن روحاني بالغداء، فحطوا الغداء، غداهم كله لحم، لحم عشاهم لحم، يمكن حتى الريوق يأكلون لحم. أنا يعني لا أطيق اللحم، وحتى لو أكله يعني أكله يعني انتيفة هكذا، أحب أكل الأسماك، أحب أكل الفيجيتيريان، فتمنعت عن الأكل وقمت أكلم حسن روحاني، قال لي ليش ما تأكل؟ قلت له لأن أكلكم كله لحم، أنا ما أكل لحم. فنادى على هذا اللي يخدم ويابوا لي فالوذة، هذا الحلو عندهم، وقمت أكل فالوذة وهو يأكل ستيك لحم وكباب. فقال لي شلون تشوف هذا الفالوذة؟ قلت والله جيد، هذا يناسبني يعني. قال لي أنتوا في مجلس تعاون مثل الفالوذة. قلت شلون يعني؟ قال ريحتكم حلوة وطعمكم حلو وسهل الهضم. قلت شلون يعني تقصد سهل الهضم؟ قال حتى لو يأكلكم الواحد ما يعور بطنه يعني. شوف شلون. قلت هذا تصريح خطير سيد حسن، هل أبلغ يعني رئيس مجلس الأمة الكلام هذا؟ قال بلغه، لا بلغ أميرك، فهمت شلون؟ أنتوا كلكم من الكويت إلى السلطنة تابعين لنا تاريخيا، ونراكم كما ننظر إلى كاسة الفالوذة هذه. فالحقيقة لما تستعرض تاريخ العرب والفرس ستجد أنه التوتر قديم فيصل. يعني أضخم كتاب كتب في فارس وفي إيران
عن العرب هو كتاب الشاهنامة اللي هو كتبه فردوسي. هذا الكتاب شاهنامة يعني تاريخ أو كتاب الملوك، فوق 1000 صفحة فيصل، فوق عندي في البيت. أنا كنت أحب أجيبه بس برنامجك بدون ورق. صح. فقلت يمكن ممكن يقول فيصل لا ممنوع ما أنا في ورق. فلما تقرأ فردوسي يعني تشنيع للعرب وحالة العرب، يصفنا بأن احنا الناس متخلفين، ناس نشرب أبوال الإبل، نأكل الجراد، نأكل يعني الحيوانات الصحراوية ولا كذا، وعند رأي بأنه ما حدث في الفتح الإسلامي ليس فتحا بل هو غزو عربي. ولذلك إيران تنظر لنا أن احنا دول معتدية وثقافة معتدية كما ننظر إليها الآن تشكل خطر. صح. فهذا الإحساس المتبادل، هذا الميوتوال ميس أندرستاندينج بيننا وبين إيران قديم ترى فيصل، وأشك بأنه نستطيع تجاوزه. سنظل في حالة يعني توتر بيننا وبين إيران لفترة طويلة من الزمن. هل تعتقد أن اللغة هي عائق آخر؟ طبعا. يعني اللغة يعني من العوامل التي تؤدي إلى إحساس إيران بالعزلة. يعني هي إيران تتعامل مع الدول العربية وتشعر بعزلة كبيرة يعني من حيث اللغة. ولذلك كثير من المنتجات المطبعة الإيرانية للأسف ما قريناها. الصحافة الإيرانية ما نقراها لأنها بالإيرانية. ولذلك جريدة مثل كيهان أنا أقراها يومياً. لليوم. يومياً. يومين انت بس هي بالعربي. في بالكيهان العربي، فهمت كيف؟ يعني اضطروا في ايران ان يترجموا كيهان للعربيه حتى ايران توصل صوتها الى الساحل الاخر. فاللغه الحقيقه فيصل تشكل عائق كبير. وهل خلينا نقول وسائل الاعلام الغربيه نعم تشكل عائق اخر في فهمنا لايران؟ إلى حد ما بس الغربيين عندهم نشاط هائل في التعاطي مع إيران، نشاط كبير. كان المفروض إحنا يكون تعاطينا مع إيران أكثر. أنا أذكر ولايتي لما كان وزير خارجية في إيران زار الكويت هني ودعاني إلى ريوق، يعني قبل لا يروح يقابل وزير خارجية الكويت أيامها صباح الأحمد ويقابل جابر الأحمد، فهمت كيف؟ قال لي أبي أتريق وياك. فرحت له في أوتيل هذا اللي على شارع البدع، شو اسمه، عاوني عليه، مو الريجنسي اللي وراه لا قديد بالمز، لا مو البالمز اللي وراه ريجنسي، مال معرفي شو اسمه، أي ساس. كان قاعدين في ساس. فرحت وتريقت وياه وقال لي عبد الله انا مناديك لاسالك اسئله وايده، بس السؤال المهم كيف نستطيع ان نوصل الصحافه الايرانيه الى القارئ الكويتي؟ شوف قلت ليش. اي سنه هذه؟ هذه بالتسعينات. فقلت له ليش؟ قال لي ان اللغه يبدو عائق. قلت له لازم تتخذون خطوات لتعريب الصحافة الإيرانية وإرسالها لنا معربة يعني. بس هذا نفس الشخص اللي يشوفنا فالوذة. نعم. هو نفس الشخص هذا اللي ما يشوفنا شيء. هل كيف هالفكرتين تتوافق؟ إنه ما يشوفنا شيء لكن نفس الوقت بيوصل ثقافته. بيوصل ليش؟ لأنه بيكسب حاضنة اجتماعية عندنا. يشوف ماكو حاضنة اجتماعية. هذه اللغة هي العائق.
أمام توغل إيران في قيام حاضنة اجتماعية في الخليج تناصرها. واضح. الحين عيل، ليش بالأخص العلاقة الإيرانية السعودية مشحونة؟ يعني عكس الكويت شوية أخف، عكس نعم. قطر. عكس نعم. هنا يدخل عاد العامل الطائفي. هني طائفي. هي طبعا هنا يدخل العامل الطائفي اللي هو العامل الشيعي السني. طبعا الـ 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 الإيرانيين يعتبرون أنه قم هي أم القرى، بينما إحنا السنة نعتبر مكة أم القرى. صح. صح ولا لا؟ ولذلك يعني بروفيسور لاريجاني اللي هو يدرس رياضيات في جامعة طهران وقد يسمعنا يعني خلال هالمقابلة، بروفيسور لاريجاني عنده نظرية بأنه سيأتي يوم ستصبح قم هي أم القرى. هي شيء جاد يعني الموضوع. نعم. جاد، أقصد الموضوع جاد وهم فعلا يعني ده اليوم يعني ليه باكر. أيه. يقول لاريجاني وقد يسمعني الحين، يقول لاريجاني، وهذا طبعا لاريجاني شخص ضئيل يلبس نظارات طبية وخريج هارفارد شاطر يعني. وتخصصه ماثماتكس، فهم شلون؟ وفيلسوف يعني وتاريخ يعني ومستشار لدى خامنئي. يقول بأنه سيأتي اليوم يا عبد الله أنه قم ستصبح أم القرى وليست مكة، فهمت كيف؟ معناها عندهم مشروع خمسيني للوصول إلى هذا الأمر. فنقدر نقول أن إيران هي تستحق أنها، عفوا، ترى أنها تستحق أن تكون القيادة المركزية أو الأكثر تأثيرا في المنطقة. يعني هذا تطمح لأن هي تكون القيادة الأساسية في المنطقة الخليجية. هي تطمح بذلك، تطمح لذلك. ولذلك إيران ضد الوحدة الخليجية، يعني كلما ارتفعت أصوات تنادي بالوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، شوف صدى الكلام هذا بالصحافة الإيرانية، ثاني يوم تشوف مئات المقالات التي تندد بهذه الدعوة. بس أنا ما أعتقد هذا الأمر ولا المعلومات هذه يعني مو واصلة إلى القيادات الخليجية. أكيد يعرفون بهذا. أكيد طبعا ما في شك يعني. ويعرفون أن اليوم في هيمنة غربية يعني سواء من حلفائنا وغيره، مع ذلك التصرف لا زال مفكك إلى حد كبير يعني، وما في وحدة ومشروع حقيقي إحنا كلنا ملتفين حوله. للأسف. شنو سبب هذا التفكك؟ الهوى الشخصي يعني. أنا قلت لك إن إحنا لازلنا في كينونة القبيلة أكثر من كينونة الدولة. إحنا لازلنا قبائل، tribes with flags، كما قال تشارلز غلاس. نحن لازلنا tribes with flags، والترايب يا فيصل تدار بطريقة غير الدولة. يعني أنت لو تذهب إلى الكويتيين أو المواطنين في المملكة العربية أو قطر، أو كلنا نؤيد الوحدة الخليجية. صح. لكن هذا الهوى الشخصي عند القيادات هو المعيق. بس لما نشوف العلاقة الإيرانية العمانية نجدها مستقرة. نعم. شنو اللي موجود في هذه العلاقة مو موجود في العلاقات الأخرى؟ الحالة هذه حالة تاريخية. يعني السلطنة تعيش في حالة من التعايش مع إيران، خاصة أنت لو تروح منطقة رأس مسندم وتطالع على على على, على مضيق هرمز، تشوف أنه ماكو الجغرافيا تقريبا واحدة مع إيران. إيران لها نفوذ معنوي لدى السلطنة ما تتخيله. ولذلك يعني المسؤول في عمان حريص جدا على تتبع النبض الإيراني قبل اتخاذ أي خطوة. وهل هذا يعني منبثق من تاريخ طويل للسلطنة ككيان سياسي مستقل ودولة؟ طبعا
السلطنة كانت يعني واصلة إلى باكستان وواصلة إلى زنجبار في أفريقيا. يعني السلطنة ترى كانت أوسع من هذه الحالة اللي بنشوفها على الخريطة. السلطنة من الدول اللي وصلت إلى نيويورك بأساطيلها بالألف وثمانمية وكسور، بينما احنا كنا هنا شراذم يعني من القبائل اللي لا كيان لها. فهمت كيف؟ لا، السلطنة يعني دولة يعني تختلف تماما من حيث العمق التاريخي. حالة خاصة. حالة خاصة هنا. ولذلك يعني دراستها للعلاقات الدولية تمتاز عن دول مجلس التعاون الأخرى يعني. فممكن نقول نجد الحكمة في قراراتها. نعم. ممكن نقول نجد الحكمة في قراراتها يعني. أنا أشوف الشغلة هذه شغلة واضحة هذه. وأصبحت مطبخ للاتفاق النووي بين إيران وأمريكا 2005. ترى طبخة عمانية كانت. ما كنت تدري والله. المحادثات اليمنية تدور في مسقط. الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني 2005 أو 2008 كان طبخة عمانية. سلام. نعم. إنزين، أنت ذكرت في الكتيب أن الطريق بيننا حرفياً بيننا كدول مجلس التعاون وإيران ليست مغلقة، وإذا كانت مغلقة فنحن أصحاب مصلحة كبيرة في فتحها. إنزين، ليش إحنا اليوم مع المعلومات اللي توا قلتها فيما يخص أن نظرة إيران إلى دول الخليج، مع ذلك أنت قاعد تطالب في أنه يكون في تعاون وفتح طريق مع إيران؟ ما عندنا خيار فيصل. إحنا ما عندنا خيار. إحنا نعيش حالة أسميها عقلية الحصار، سيج مينتاليتي. إحنا نعيش حالة عقلية الحصار، إحنا محاصرين، والحصار هذا خطر جدا. شو تقصد بالحصار؟ الحصار يعني الكويتي. إيه؟ يعني نتكلم عن الكويت. إيه؟ الكويت تقع في قلب مثلث الوضع. الضلع الأول العراقي، الإيراني، تحت السعودي، وإحنا بالوسط انتهى الكبرنا الكويت. إيران لها مطالب ذي الكويت، العراق لها مطالب ذي الكويت، السعودية لها مطالب ذي الكويت، غزاء الكويت. إحنا لو تدرس تاريخ الكويت وهو تاريخ متواضع يعني 300 سنة يعني ليس إلا يعني، إحنا طوال هالثلاثمائة سنة كنا نحاول نوازن بين مطالب العراق ومطالب إيران ومطالب المملكة العربية السعودية. عرفت شلون؟ هذا اللي أقصده بعقلية الحصار. لذلك إحنا ما عندنا استقلال إرادة، إحنا بس نبي السلامة في ظل هالموقع الجغرافي. نفس الشيء ينطبق على الدول الأخرى في الخليج أيضا يعيشون حالة من عقلية الحصار. ولذلك ما لنا خيار فيصل إلا التعايش مع هذه الحالة، التعايش مع إيران والتعايش مع كل الأخطار المماثلة. نعم. عيل تمام. الحين نبي ندش في فكرة الكيان الصهيوني أكثر. من الكلام اللي قلناه الحين أو قبل هذا كله، لو نبي نتكلم إحنا اليوم في عمليا، شلون ممكن ننظر هالواقع واقعيا؟ لو ممكن ننظر إلى إيران كدولة، كحليفة، مش دولة عدو ولا في بيننا وبينها أي أمور فيها مشاكل. لا، من الصعب جدا التفكير بالتحالف مع إيران. لا، يعني ممكن أن تنشأ علاقات بيننا وبين إيران، علاقات تعايش
أكثر منها تحالف. واضح. وفي دوافع حتى من الولايات المتحدة اليوم. نعم. بعد محاولات وأيضا قريتها في الكتيب، في محاولات اليوم من الولايات المتحدة أن تفتح الطريق للعلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران بعد محاولات عديدة في حصارها وشافوا أنه ما مشى. أنا لهذا فهمتها، بس اليوم في محاولات جديدة مختلفة أن يكون في حوار خليجي بإرادة غربية حتى. نعم هذا صحيح. الأمريكان الآن حريصين جدا على خطوة جريئة جدا وكبيرة جدا، والآن موجود لها صدى حتى في الكونغرس الأمريكي، إنه لماذا لا نحول إيران من عدو استراتيجي إلى حليف استراتيجي؟ تخيل، يعني هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي وهناك أعضاء في الانتليجنسيا الأمريكية من مفكرين استراتيجيين من يعتقد أن إيران عندها قابلية للتحول إلى حليف استراتيجي لأمريكا، ومنهم دكتور إيراني الأصل وأمريكي الجنسية عنده كتاب The Treacherous Alliance، يعني هو يتصور أنه ممكن أن يحصل حلف ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يعني ممكن أن يكون هناك تحالف بين هالثلاثة. يقول ذهبت وقابلت 30 سياسي في إسرائيل و30 سياسي ومسؤول في إيران و30 سياسي ومسؤول في أمريكا، وسألتهم هذا السؤال: هل من الممكن أن يحصل تحالف استراتيجي بين هذه الدول الثلاث، الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران؟ كلهم أجابوا بنعم. شلون؟ أنه من مصلحة الثلاث دول أيه. من مصلحة الثلاث دول أن ينشأ هذا الحليف الاستراتيجي. لكن اليوم إسرائيل هو عدو معلن، والكيان الصهيوني هو عدو معلن لإيران. صحيح. فشلون ممكن الفكرة معلن؟ حلوة هذه معلن. أيه. ترى في كثير أشياء فيصل معلنة لا تعكس الواقع، لا تعكس الواقع. أنا كنت في زيارة لطهران و سألت عن اليهود في طهران، أنا سألت عن اليهود في طهران، وقال لي مسؤول في سفارة عربية: اليهود في طهران يتمتعون بيعني حالة استثنائية من الرخاء ويعيشون حياة مستقرة تماما. قلت أنا أبي أسمع هالكلام من اليهود نفسهم في طهران مو منك أنت. قال لي اذهب إلى شارع شارع مشهور في طهران سأتذكر الآن، مو بعيد عن ال... رحت إلى هذا الشارع سأتذكر الآن. شارع مشهور؟ مشهور جدا، في كل يهود، حي يهودي في 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 طهران. إيه؟ في 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 دكاكين خاصة لليهود. لا إله إلا الله. نير طلنا يمكن. شارع مشهور في طهران، في كتب، في دكاكين يبيعون تحف وأنتيكس. فرحت لهذا الشارع وشفت دكاكين هذه موجودة، وقعدت أتجول، لقيت دكان عليه نجمة داود بالحديد. فدخلت على نجمة، على الدكان هذا، قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت له do you speak English؟ قال yes. قلت له انت شنو هذه اللي حاطها على الباب؟ قال هذا شعارنا. قلت شعار من؟ قال شعار اسرائيل وشعار اليهود، احنا شعارنا نجمة داود هذه. قلت انت يهودي؟ قال نعم انا يهودي. فقلت له انتو مستقرين؟ قال أنا مولود وهذه أولادي وهذا حفيدي
احنا مستقرين. قلت مرتاحين في ايران؟ قال جدا مرتاحين. قلت ليش ما هاجرتوا الى اسرائيل؟ قال ما نحتاج نهاجر، هنا اسرائيل بالنسبه لنا، يعني اللي نتمتع فيه باسرائيل نتمتع به هنا. قلت له هل تزور اسرائيل؟ قال نعم نزور اسرائيل، وفي نعم نركب الطياره طهران قبرص، قبرص اسرائيل. فهم شلون؟ يعني نتجه الى قبرص، من قبرص ومن قبرص ناخذ الكونكشن الى اسرائيل ونعود، وما عندنا مشكله يعني. ولنا ممثلين في طهران، في 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 شورى، مجلس الشورى في طهران. ما يمنع ما يمنع ابدا ابدا. ولذلك انا قاعد اتذكر اسم الشارع واتذكر اسم المؤلف للكتاب، فهمت كيف؟ وانا اكلمك يعني. يعني ليش اليوم في مشكله ايرانيه؟ لا المشكله الايرانيه الاسرائيليه هي مشكله اعلاميه اكثر منها واقعيه. ولذلك اسرائيل تهدد من 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 السبعينات بانها ستضرب ايران. كم مضى عليها الآن؟ 50 سنة. صح، من السبعينات وهي تهدد بأنها ستضرب إيران، من 79 وهي تهدد بأنها ستضرب إيران، والثمانينات كذلك عندما ضربت المفاعل العراقي سنة 81 هددت بأن الدور جاي على إيران. لكن الإسرائيليين نفسهم يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك، لأن الولايات المتحدة تمنعهم من ذلك. الولايات المتحدة تدرك تماما بأن إيران هذه عندها استعداد للتحول إلى حليف استراتيجي، بس يتغير النظام السياسي هذا الإيراني. نعم، ما مستحيل يتغير دكتور. لا يتغير اللي تغير نظام الشاه، ليش ما يتغير هذا؟ يعني نظام الشاه أقدم بكثير يعني من هؤلاء. يعني هؤلاء بس هذا في تعصب طائفي، والتركيبة بذاتها ولائية للنظام. هذا صحيح، بس التركيبة الآن الشعبية بدأت يعني تتفكك كثير. متابع الأخبار؟ نعم، متابع الاحتجاجات والمظاهرات اللي مستمرة حتى اليوم يعني. وأتصور بأن الحالة هذه قد تؤدي إلى شيء كبير يعني في إيران. الأمريكان يعني عندهم تفاؤل كبير في الموضوع هذا، عندهم تفاؤل كبير في موضوع التحول اللي قد يحصل في طهران، مو بعيد يعني أن يحصل في طهران. ويقول بعض الأمريكان إنه إذا استطعنا التحالف الاستراتيجي مع إيران نستطيع كسر ظهر العرب بدون ما نتدخل احنا في الشؤون العربيه. شوف الى درجه يفكرون يعني. الامريكان يريدون ايران وسيله من وسائلهم لكبح العرب. ولذلك دورهم في اليمن، الحوثيين الان اداه ايرانيه. صح، لو تروح للسفارة الأمريكية في صنعاء والسفارة البريطانية في صنعاء وتسألهم شنو رأيكم في الحوثيين، يقولون هذه حركة محلية، خلاف محلي ولا علاقة لها بإيران. وعرف شلون؟ ومن حق الحوثيين أن يقوموا بما يفعلون، يعني يدافعون عن الحوثي. والقيادة السياسية عندنا في المنطقة يعرفون هذا الكلام، يعرفون هذا الكلام، بس لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. لا يستطيعون أن ليش؟ لأن هذه حسبة استراتيجية أمريكية. وقلت لك أنا إحنا في حالة تبعية للأمريكان، وإرادتنا ليست مستقلة عن الأمريكان. متى ممكن تكون إرادتنا مستقلة عن الأمريكان؟ أكيد في حالة صعبة. ممكن صعبة تماما. بس هل هي مستحيلة يعني؟ لا مو مستحيلة، بس حاليا صعبة في إطار الحالة والتركيبة للإقليم الخليجي ولمنطقة الشرق الأوسط وللصراع الدولي. لا إحنا مثل الحبارة، والأمريكان هي الشاهين، هي الصقر. إذا تحولت الدول إلى دول مؤسسات حقيقية، هذا يختلف،
هذا يختلف. إذا تحولت دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول مؤسسات وتسندها مشاركة سياسية فاعلة والقيادة تكون جماعية وليست فردية، هذه الاشتراطات للكيان الصحيح للدولة المعاصرة لو تتحقق في دول مجلس التعاون الخليجي لا يختلف المشهد تماما، يعني يختلف المشهد. هذا العائق يعني أنا أشوف هذا عائق كبير يعني. نعم. طيب فالحين بفكرة اليوم أن يكون في حوار إيراني سعودي بدعم من الولايات المتحدة، نعم، ما يشكل خطر على الكيان الصهيوني؟ لا ما يشكل خطر. لا لا، الصهيون الصهيونية ممثلة بالكيان الصهيوني هراوة بيد الأمريكان، يعني خلال الحرب العراقية الأمريكية بعد الغزو على الكويت، لما صدام اتخذ خطوة غزو الكويت إسرائيل كانت متحرقة لضرب العراق لأن شافت هذا التوسع العراقي يهدد أمنها، فطلبت الإذن من البوش الأب أنه دعونا نضرب صدام ونربك داخليا يعني، فرفع سبابته بوش don't do that يعني، وأرسل واحد من مساعديه أظن برينت جوزيف برينت ليحذر، مع أن صدام أطلق 52 صاروخ سكاد على إسرائيل، إسرائيل بروبر يعني، وتحولت حيفا ويافا إلى مدن أشباح من الخوف، وإسرائيل تتحرك لضرب صدام وأمريكا تأمرها بأن لا تخطو هذه الخطوة، لأن إذا خطت لا تعفس المسألة، بس تعفس الحسبة. إذا إسرائيل ضربت العراق وقتها خلاص يصبح صدام يعني بطل، بطل صح ولا لا؟ فلذلك لا أبدا، إسرائيل طوع أمريكا يعني أوامر أمريكية يعني. زي اليوم في مسألة معقدة دكتور فيما يخص العلاقة الصهيونية الخليجية، في بعض الدول في اليوم طبعت في علاقات موجودة، وفي دول للحين ما في علاقات بينهم بين الكيان الصهيوني. الحين واقعية الأمر بموضوعية تامة، شلون ممكن احنا نواجه هذه المسألة المعقدة؟ منو يعني احنا بتقول احنا يعني احنا خلينا نتكلم كدول مجلس التعاون بشكل عام، ان شلون ممكن تكون احنا حتى بيننا تواصل مشترك في مشروع اكبر، خاصة في اليوم فكرة تطبيع على الاقل في الكويت، يعني تقريبا يعني لليوم مستحيل يكون في اي فكره اليوم تنبثق حتى بالاعلام في ان ممكن الكويت تطبع، يعني حتى انا اكلمك سياسيا. فشلون ممكن تكون العلاقه المستقبليه بين الدول، خاصه ان اليوم في رغبه غربيه في تاسيس علاقات صهيونيه في المنطقه، يعني شنو احنا سنه أظن ممكن تعكس على واقع الكويت خاصة يعني على طبعاً إيه؟ طبعاً إيه؟ إحنا بالكويت الحقيقة حالة متميزة في الخليج. إحنا أسسنا من كم سنة، ما أذكر أي سنة، بس من كم سنة أسسنا المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول الخليج العربية، وأنا شرفت برئاسة هذا المؤتمر الشعبي، وافتتحنا هذا المؤتمر هني بالكويت، وحضر أعداد كبيرة من يعني أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين، وكان بتمويل وزير الخارجية الكويتي كان محمد صباح السالم، كان هو اللي مولنا يعني، فهمت كيف؟ وقال ناخذوا راحتكم بالكلام وبالهذا، وإحنا ضد التطبيع. وفعلا جاء خالد مشعل إلى حضر معانا، و تكلم عبد الله النيباري الله يرحمه، وتكلم الدكتور الخطيب الله يرحمه، ومجموعة كبيرة من
الأعيان في البلد والرموز في البلد تكلموا ضد التطبيع. لا إحنا حالة خاصة. وأذكر إن ممثل التجاري لإسرائيل في مسقط كتب مقالة عنا إحنا وعن خطاباتنا وعن المؤتمر الشعبي، وقال ونشر هذه المقالة في الجيروسلم بوست. أي معروفة. وعنوان المقالة الكلاب التي تنبح في الكويت في الجيروسلم بوست. The dogs who barks in Kuwait. هكذا. فأنا قرأت المقالة هذه فرديت عليه الكلب الذي ينبح في مسقط. فهمت كيف؟ فقلت له احنا على الاقل كلاب تنبح في ارضها. صح. يعني وفي مخيمها. صح ولا لا؟ بس انت بولندي شنو جايبك للمنطقه هني حتى تنبح وتزعجنا بنباحك الى اخره. فالحقيقه ذيك السنه ثار جدل كيف نستطيع ان نتعايش مع بعض. يعني الدول الخليج لازم تتآلف لمقاومة التطبيع. ويعني أسفت كثيرا عندما سمعت أن السلطنة استقبلت ممثل لإسرائيل، قطر استقبلت بيريز واستقبلت ممثل تجاري لإسرائيل. وبعدها نعم وبعدها صار نشاط طبعا إسرائيلي بحريني. يعني هذه الحالة من التذبذب، وبعدين الإمارات تبعتهم. صح. هذه الحالة من التذبذب لن ينشأ عنها إلا مزيد من الضعف لدول مجلس التعاون الخليجي. قرار كبير نفس هذا نعم. لابد أن يكون في وحدة والتفاف عليه. أقول كذي يعني ما معقولة أبدا أنه نقول أن إحنا منظمة إقليمية تنتظمها فكرة الوحدة الخليجية ونتصرف هذا التصور. أنا أتصور هذا خروج حتى عن الوثيقة التأسيسية اللي على ضوها تأسس مجلس التعاون الخليجي. يعني عندما تأسس مجلس التعاون الخليجي تأسس على أساس أن احنا تجمعنا خارطة فكرية واحدة وتجمعنا رؤية موحدة. أما هذا اللي حاصل فهو يعني مسخ للوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون الخليجي. والخروج من هذا المأزق يجب أن يكون بصورة مستعجلة. يعني فالحين نقدر نقول علشان ندش في عندي آخر سؤال عن الكويت. نعم. بس علش قبل لا ندش في هذا السؤال فنقدر نقول على الأقل فيما يخص مجلس التعاون الخليجي نقدر نقول أن اليوم غير فعال وهو صوري. وشنو رأيك؟ شيء مؤسف أن نقول هذا الكلام. أنا كنت أتمنى أن أقول غير هذا الكلام. يعني أتمنى لو كان مجلس التعاون فعلا يعني اسم على مسمى. للأسف بالعكس ما في أحد ما يتمنى بس مو على مسمى. وللأسف التعاون الخليجي يعني في أدنى دركاته. ولذلك يعني على مجلس التعاون الخليجي أن يعيد النظر في حالته. حالته ال 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 اللي تشبه الشلل في الحركة. فأنت عندك إنه ما يكون موجود أفضل من ما يكون موجود وغير فعال. للأسف. أوكي. فعلاً لو كان غير موجود أفضل. كان أفضل. ليش؟ لأن موجود وغير فعال معناها كأنما قتل للفكرة. صح. نعم. الحين المحور الأخير ولا السؤال الأخير مو محور. السؤال الأخير فيما يخص الكويت. إحنا اليوم يعني كون إحنا لقائنا في الكويت وقاعد نسجل في الكويت والدكتور أنت اليوم شرفنا في الاستوديو، على الأقل لو أخذ منك تحليل فيما يخص أو تشخيص للحالة الكويتية إحنا وين الحين بعد ما ظهرت المعالم الأولية للعهد الجديد، شنو إحنا وين قاعد يصير ومستقبلا تتوقع وين رايحين على الأقل المستقبل القريب؟ أي يعني هذا سؤال سؤال اليوم. الكلمة اللي ألقاها ولي العهد من كم شهر كانت كلمة مضيئة. يعني كلنا تفاءلنا خير لأنها كلمة مدروسة.
وقلنا الحمد لله، يعني بدأت القيادة عندنا تنتبه لفكرة النقد الذاتي، لأن فيها نقد ذاتي. يعني أقرت هذه الكلمة أنه في انحراف، وأقرت هذه الكلمة أنه لابد من تصحيح المسار، صح، وأقرت الكلمة بأنه هذا الانحراف يجب أن يتوقف، وهذا المسار يجب أن يصحح. فحقيقة قعدنا ندندن على الكلمة هذه فترة طويلة، وكنا نأمل أن تتمخض عن هذه الكلمة حالة كويتية متميزة. لكن يعني أقول وللأسف أنه لم تنشأ حتى الآن يعني عن هذه الكلمة، لم تتجسد في تصحيح المسار. وأنا أرجع وأقول بأن خبرتها أمنية وعسكرية، يعني ما بأسمي الأسماء، لكن يعني تتمتع بخبرة أمنية وخبرة عسكرية، وتفتقر إلى الخبرة السياسية، وهذا معيب، معيب في كثير من الدول، لبل الدول العظمى يتم انتخاب ممثلين مثل ريغان، دونالد ريغان ترى ممثل خايب في السينما الأمريكية، صح ولا لا؟ وأصبح رئيس للجمهورية الأمريكية، لكن كون ممثل خايب ورئيس لأقوى دولة في العالم لم يبعده عن فكرة الاستشارة السياسية، فعين مستشارين سياسيين من العيار الثقيل واستعان بهم، وكانوا هم اللي يقودون للسفينة الأمريكية. أنا أقول كان على كويتية وهي تفتقر إلى الخبرة السياسية أن تستعين بجهاز استشاري سياسي كويتي محض كويتي، بحيث يقودها إلى الخلاص وإلى تصحيح المسار. وللأسف احنا وصلنا الفكرة هذه شخصياً، أنتوا بحاجة إلى جهاز استشاري سياسي معاكم 24 سياسة 24 ساعة، لا 24 hours، يعني كنا سوبر ماركت مفتوح على طول، لازم يكون معاكم هذا الجهاز اللي يقودكم إلى بر الأمان. للأسف لم تستمع لهذه النصيحة، وظلت الاستشارة للربع والأخوان والمتملقين، وهؤلاء ما يغنون عن الاستشارة السياسية. ولذلك أنا أشوف الحالة الاحتقان اللي عايشينها الآن بالكويت مثلا بين الحكومة ومجلس الأمة، هذه من السهولة تفريغ هذا الاحتقان لو كان المجلس الاستشاري موجود لدى اللي هي تفتقر للفقر للخبرة السياسية. فلوديمير زيلينسكي في أوكرانيا ترى هذا ممثل، صح، كوميدي، هذا عادل إمام أوكرانيا، يعني ريال، يعني عايش في عالم الفن والتحشيش حتى، يعني ورجل مشهور بأنه ساخر وهازئ من الحكومات، فهمت كيف؟ ولكن عندما وصل إلى الحكم صار عنده مستشارين، الرئيس السابق لجورجيا يابا صار مستشار عنده في القصر الجمهوري. صدق أو لا تصدق أثبت زيلينسكي نجاح صح.
هائل. انصدمنا كلنا كلنا مصدومين منه بسبب المشورة السياسية اللي صدق للحين يداوم في مكتبه رغم الحرب اللي قائمة في كييف. يوميا يداوم في نفس المكتب، يجلس على نفس الكرسي، يدخل من نفس البوابة تحديا لبوتين. فأحدث انقلابة في القيادة الأوكرانية. وطبعا عندما زار من أسبوع أو أسبوعين الولايات المتحدة، وشفت أنت شلون التصفيق الستاندينج أوفيشن، صح ولا لا؟ فالرجل أثبت كله بسبب الاستشارة السياسية. أنا ألح من خلال هذه المقابلة على القيادة الكويتية اللي نكون لها كل محبة وكل خير، أنه تستعين بمشورة سياسية محلية يعني تحول الساحة الكويتية إلى ساحة فرح وليست ساحة احتقان. نعم. ما تعتقد اليوم حتى أنت كونك نائب سابق دكتور؟ نعم. كونك نائب سابق دكتور. نعم. ما تعتقد أن اليوم حتى النواب يفتقرون، ما مو كلهم، الأغلب؟ نعم. أنا أقول الأغلب. نعم. يفتقرون إلى الفكر السياسي للأسف. اللي وصلنا إلى أماكن للأسف. فعلا نحتاجها إحنا للأسف. والمطالبات أصبحت شعبية بالدرجة الأولى للأسف. وتكسبية، بأن اليوم افتقروا بعد الخطاب. نعم. من سمو ولي العهد ما في اليوم قضايا حقيقية، لأن كل رغباتهم قبل الخطاب تحققت وأثناء الخطاب طبعا، بعد الخطاب اليوم ما في يعني قضايا حقيقية، فأصبحت القضايا ثانوية شعبوية في ضمان أماكنهم. ما هو يعني ما هو تحليلك لهذا الموقف؟ أنا أقول أنه على الشعب الكويتي أيضا في الانتخابات القادمة أن يعيد النظر في الاختيار، لأن هذا المجلس، غالبية أعضاء هذا المجلس للأسف، أقولها للأسف، أثبتت بجدارة أنها خاضعة للضغط الشعبي أكثر منها خاضعة للحقائق كما يعرفها معظمهم. أخطر شيء في السياسة يا فيصل أن الجمهور يقودك، أخطر شيء. يجب أنت تقود الجمهور، وعندما تشعر بأن الجمهور يكاد يقودك أحسن تستقيل، توخر تماما. الضغط الجماهيري هو معول هدم للحالة الديمقراطية والبرلمانية. وأنا أشوف أن إثارتهم لقضية القروض هذه تدل دلالة يعني خطيرة جدا على أن الضغط الشعبي على النواب يدل على أنه الدواوين قاعدة تقودهم، مهم ويقودون الدواوين. نعم. دكتور مشكور، أهلا وسهلا، شرفنا ونورتنا. ما تتصور إيش كثر أنا سعيد جدا 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 بتواجدك. شلون كان؟ عجيب الحوار. صحيح والله. والله وايد حلو. بس لسيت شارع أنا الشارع. لا أنت دورة دكتور ما لقيت. لا 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 الحين أذكره. الشارع وايد خطير جدا يعني. دكاكين اليهود. نعم نعم. كنت بين الحي اليهودي في إيران. نعم نعم نعم. أنا كذا كره الجوش جاتو إيران. جوش جاتو طهران. إيه نعم طهران. فكان زينة. عجيب. أنت شلون التجربة؟ والله أنا عندي معلومات كثيرة ما قلتها يعني. إحنا ما بيتعبك. وأنا خايف أحرجك يعني. ليش؟ وإنه ما تقدر يعني. قول. ما تقدر يعني شو اسمه، خاصة لما تكلمنا عن الشأن الكويتي. لا لا أنا خايف عليك ترى.